فما علاقه ما بين زواجك عام 2018 آه. وانه المغني اللي فيك ما عادش يعني. طالع كما كما يلزم لا بالعكس مبروك العرس حق يا عيش كبرك فيك يا عيش كرا بفاتك لا بالعكس كي عرست وين غادي وين ركحت باش نجم رايدك العرس شويه برشا احسن حاجه بالدنيا الدنيا وليت مسؤول لا من قبل مسؤول وليت اكثر مسؤول في تصريحاتك على خطر اليوم ساعات لا تربيت مش وليد مسؤول هي تربيت؟ اي تربيت اكثر كف ربى بنديرمان والله حتى حتى حت حت شيء معناها الناس اللي معناها كي جيت نشوف شوف كيما تو كنت نسمع كلام اللي قبل اللي قبل الفنانه القديره ام المثلوثي قديره معناها جوستومون هالتونسيون تاع لطفي بوشناق لطشي بوشنيقي كان ثوري قبل ساعة ما ثماش اغاني اغاني الثوره سلاح ولا ثوره واحد معناها هالتقسيم ها نتاع اغاني ام كلثوم قلنا كن قلنا لها شبيك كنت تغني عند الملك فاروق ومن بعد تغني عند جمال عبد الناس انا بالنسبه لي تعبر علي هذه غنيه غنيه ليهم ولا غنيه كيما هكاك اكثر من ما قاتلوا حد التقسيم هذا اللي دخلنا فيه نتاع لا تونسيون لي سوفي صدق ليه لي لطفي مش فنان شكون شنو الطابع نتاع الثوريه ذي شكون يعطي فيه؟ استفزتك بالطبيعه مش علي انا ما درتش به اما بالنسبه لي انا احنا عندنا مشكله عايشين في بلاد اللي ما تقدرش ما تقدرش مش معناها ما تقدرش الكبار بمنطق الابويه والسلطه ليه ليه اللي ما تعطيش القدر نتاع الناس الفنانين على قد ما كي تولي انت توزع في الشيكات نتاع الثورة هذاك هذاك آه الثوري هذاك ذيك ونقول لك حاجه هذه اون فيتر تري كلير معاك اونيتمون فهمتني ابار كعبتين ثلاثه اللي كنا قبل 2011 معروفين نغنيو معناها اونجاجي زدني نظام ما كانوش موجودين امين المثلثي لكن... من الاربع كعبات هذوما؟ اش غنيت امين الثلاثي قبل 2011 بالحق راه نحكي كلمتي حره اي كلمتها حرة شنو هي كلمتها ما تنطقنيش تو خليني تو جيت تربيت باش تنطقني مش هذا موضوعنا اللي باش نرجع لك على روحي نرجع خاطر الموضوع وروح اللي جوستومون هالكليم هذا دخلت فيه زاد انا ودخلنا كل في 2011 انت بيدك صوفية؟ و بيه. لا صوفيا من قبل 2011 اي يعني نقول لك حاجه صوفية صدق كي نغني تبولد عليها تكلمني تكلمني وتعرفي ديما نكلموا بعضنا ونفدلكوا وروحها وهذه بلوكيت وقت عملت عليه بارودي ها ونعطيك سيدي ها وحدة سوا نظام سابق وكيما هي تقول وواحدة هاي تكلمني وتضحك ما عندها حتى مشكل مع الموضوع وقالتها داير في موزيك ذا اللي معاك جبد أه؟ الموضوع وهذه بلوكيت ها يا سيدي ها, ها باش نوريك معناها هل اللي الادعاء هل هل, هل, هل سي بون يزي توا كي لا ثم تربيه على السلامه على السلامه اما القلوب غضابه. يا قلوب هذيك تقول قلوب راهو تعبت عباد حاجه الاكس نتاعك هذيك تبدا منرفزه كي تفرج فيك في التلفزه مش فهمت. تقول قلت صديقه طفولتي. لا صديقه طفولتي يدي يدي تربى في المنزل وانا هوني هذا حتى عليك ثم ناس راهي تقول لك انا نحكي تحكي مع زيد غرسه ولا نشوفوا شناق تقول لك يا ابعدني بعد هبط قدر. بالحق تطيح قدر يا احمد جلمام يا اخي مريت وما تعرف الحكي احمد جلمام معناه يعني من اعز ما فهم ومن انظف ما يسمع ياكل السب فهمتني يتقلق الراجل فهمت شنو نقصد احنا كلنا مسؤولين على تون بما فيهم انا يا اخي انا علاش مشيت للمقداد؟ علاش مشيت للمقداد؟ قلت له خويا يز يزي خلينا نبنيو انسان توا وقت وقتها كنت غلط فيهم ورجعت روحك؟ أه أه وشنو غالط أه هزيتك غال تغزل لي هزتك الخارجيه غال ما شنو تهزك تغلط في روحك وتخايب روحك تدرى شكون تبيع ما عادش كيما الناس الكل كيما الناس الكل يبدأ يبداو صغار يتعرفوا واحد بالطبيعه تهز بيان الفرق بين الناس اللي الانسان اللي يتطور الانسان ثم ناس تتبدل تغير تتطور حتى في الموسيقى شو هو الحدث اللي يخليك تراجع روحك؟ حتى شيء صار حد شيء رقدت وقمت قلت اللي نعمل فيه غلط لا لا من الاول لا لا من الاول قاعد واحد يكبر يا اخي شنو انا يا اخي ماهيش علم انا عبد يكبر قاعد يكبر كاو